بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، ها هي انطلاقاتنا تتوالى. شكرا لمطلق بن علي العنزي، شكرا لمساعد على هذا التواصل وهذا الإبداع دائما في هذا الميدان في تواصل 25 شوط في هذا الصباح، وسوف نوافيكم بالتفاصيل دائما لرياضة الهجن العربية 30 والوصف والتعليق مع المركز الأول. وصل هتاش في مقدمة الشوط. جميل، ركز مع اللقاية، هذا شعار لمحة اللي صاحبة السجلات سعيد بن سالم الحريري المري، قادم من ميدان الإحساء، قادم من المملكة العربية السعودية الشقيقة لينافس في هذه الرياضة الكبيرة. نتمنى له التوفيق. المركز الثالث، الترس لمحمد بن جعفر بن مرخان. يا مسعود، شوف للترس وركز وخلك مع الترس، شوف الترس على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع عايد بن ناور الظفيري، وفي المركز الخامس هناك سعد بن طالب شريب المري، ولكن الله انطلق 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 محارب محارب يا محارب، بيحاربهم محارب وبيحارب ترس. يا سلام، قدم لي يا ابو حمد بنشوف الصراع. اذا مشاهدينا الاعزاء، لا تقول لي شيء، ما شاء الله، خلاص يا اخوي، الفوز هناك مع الحريري المري، الفوز مع الميدان السيح. سلام 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 عليكم يا اهل السيح وفي المملكه العربيه السعوديه. هناك مع سعيد بن سالم الحريري المري، مع شعار لمحه، شعار الاسماء، والتهنئه لاخيه مسعود بن سعيد الحريري، هذا والدهم يا اخواننا سعيد بن سالم، تهانينا لابنائه ولسعيد بن سالم الحريري على هذا الفوز وهذا الانجاز. المركز الثاني، الترس لمحمد بن جعفر بن مرخان. المركز الثالث، عايد بن منار الظفيري. وفي المركز الرابع، الذهب عواد بن عبد الله بن جروح الشمري. والمركز الخامس، وصل مداوي علي بن محمد او علي بن حمد بن علي على هذا الفوز، تهانينا لهم. علي بن حمد الكليخي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. 7 دقائق 51 ثانية، 85 جزمة ثانية هو توقيت، او 86 جزمة ثانية ها هو توقيت محارب سعيد بن سالم الحريري. تهانينا والناموس لهذا الانجاز. المركز الثاني، الترس، 7 دقائق 55 ثانية، 60 جزمة ثانية، تهانينا لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. وفي المركز الرابع او المركز الثالث، هذا اللي وصل شاهين عايد بن ناور الظفيري، 7 دقائق 56 ثانية، 26 جزءا من الثانية، ومشكور يا مخرجنا المتألق.